الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. في هذه الآية مدح ربنا جل جلاله إبراهيم عليه السلام ووصفه بأربع أوصاف: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والأمة هو الإمام والقدوة الذي يقتدى به، فإبراهيم عليه السلام إمام وقدوة لجميع الناس، وأمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نتبع ملته، بل أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم عليه السلام. وفي الآيات التي بعدها قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين. فملة إبراهيم عليه السلام هي ملة التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر: أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. إن إبراهيم كان أمة إماما وقدوة قانتا لله مداوم على طاعة الله تبارك وتعالى حنيفا مقبل على الله معرضا عما سواه، وقيل حنيفا أي مائل عن الشرك. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. وقال تعالى: ومن يرقب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. دار بين إبراهيم عليه السلام وأبيه حوار ذكره الله في سورة مريم: وإذ قال إبراهيم لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. نصح والده وقال له: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ هذا هو إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام. فما كان جواب أبيه وقومه إلا أن أعرضوا وأبوا التوحيد. قال: أراقب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي
لأرجمنك واهجرني مليا. قال له شوف انت ملة دي ما عجبك وهي ملة الشرك وملة دعاء غير الله جل جلاله كما يفعل المتصوف اليوم. قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. إبراهيم عليه السلام كان حنيفا ولم يكن من المشركين. قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. قال بدعو الله براو عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. هذه هي ملة إبراهيم التي أمرنا الله أن نتبعها وأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يتبعها. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. بعد ما قدم لهم النصيحة ما قعد معهم، اعتزل أهل الشرك. عشان كده دي وصية لجميع الناس، أهل الشرك ما تقعد معهم. الناس اللي بينادوا غير الله، الناس اللي بيلبسوا الحجابات، الناس اللي بيتوكلوا على غير الله، قال ما تقعد معهم. قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله ربنا قال وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ربنا رحموا بعد ما بعد من أهل الشرك والإلحاد. وأنا دار أختم نصيحتي بشيء مهم شديد. ربنا أمرنا إننا نتبع ملة إبراهيم عليه السلام وأن نغتفي أثر إبراهيم عليه السلام. قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. قال له نحن تبرينا منكم. ليه؟ لأنهم مشركين، لأنهم اختاروا عبادة غير الله تبارك وتعالى، لأنهم جعلوا لله أندادا. كانوا يدعون غير الله من الأصنام والرجال الصالحين، وبعضهم كان يعبد الكواكب من دون الله. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. عشان كده شوف الزور الموحد المسلم صح. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. زول بنادي الله براو بتوكل على الله، ما بيعبد إلا الله، ده توحيد ما اكتمل إلا يبغض أهل الشرك. بدا بيننا وبينكم العداوة، تعادي أهل الشرك، بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. الشرط شنو؟ قال حتى تؤمنوا بالله وحده لما يرجعوا للتوحيد. عشان كده شوف الصوفية المستهبلين ديل اللي بيقول لك بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم، حيين ميتين بناديهم، زي ما بتسمعوا المدايح. بقى نحن ما محتاجين لنا لدليل نقول انهم عندهم مدحه، بناديهم بناديهم لانه بيقوا بسمعونا ليها هنا، تقول لكم بتسمعوها. بناديهم بناديهم يقول لك في كل قضيه بناديهم، نادي ابو العباس بناديه، سيدي ساكن فاس بناديه. قال من قولت يا
كربر قلاح ابويا الشيخ قال غطى الكون بجناح قال نادر كينيك كالبرق رمش الف الغرقان سوال ونش وده دعاء لغير الله وده الشرك بالله عشان كده النوعية دي تلابد تبغضى في الله تبارك وتعالى ولا بد ان تعاديهم اصو ربنا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله تقول موحد تؤمن بالله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم الى اخر الايات ابراهيم عليه السلام ده ابو واذ قال ابراهيم لابيه ازر اتتخذ اصناما الهه اني اراك قال انت ده يا ابوي وقومك في ضلال مبين اي ضلال واضح عشان كده دعوه التوحيد دي ما فيها مجامله الصمت جامد زول نهاية زول يابا التوحيد ويمشي على شرك أصد ما تجامله ولا تضيع زمنك معه تدعو للحق قبل كان بها ما قبل الحق بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وهذه هي ملة إبراهيم عليه السلام ومن يرقب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وجزاكم الله خير وأقدم المتحدث من بعد.